مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت فاطمة. أخت فاطمة من الجالية المغربية مقيمة في إسبانيا. مشاهدينا الكرام، نعلم جيدا المجهود الكبير اللي كيديروا المغاربة اللي بطبيعة الحال كيعيشوا خارج المغرب، يعني كتعتبروا الجالية المغربية مع المغاربة، كيضحيوا بالغالي والنفيس من أجل مساعدة الناس، إسعاد الناس ماديا ومعنويا. إلا في بعض الحالات هناك من هم الجالية المغربية حتى هما كيعانيوا. مشاهدينا الكرام، الأخت فاطمة كتعيش في الديار الإسبانية، لها طموح، شأنها شأن أي مغربية. تزوجات، الزوج له رأي آخر، الدنيا دارت عندها الماء وأسوأ. شوفوا معي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوت الخواتات. اليوم جيت عندكم طلباتكم، أنا مزاوقة فيكم، حسبوني ميمتكم، حسبوني أختكم، حسبوني اللي بغيتوا تحسبوني، أنا مزاوقة فيكم. أنا عاود لكم القصة ديالي. كنت في المغرب، كنت موظفة، جا الزوج ديالي لصباليا، جيت من موراه تبعتو، راكم عارفين التجمع العائلي. من جيت من موراه جيت أسيدي لقيتو غارقة والخوت الكريديات، خدمت بالليل وخدمت بالنهار باش نخلص معاه الكريدي ديالي، كثر من 170,000 أورو. اللي هنا في اسبانيا راه عارف اللي كيكون اوتونوم شنو كيكون عنده في لاسيندا، شنو كيكون عنده في السيكورو. خدمت بالليل في النهار، ما خليت فين ما خدمت. الحاجة اللي ما كنتش ناوية كاع نخدم فيها خدمت فيها، وكنقول شي باس ما كاين، زيد شي باس ما كاين، على الله نعيش. ندمت، ندمت اخوت، تندمت، ندمت اللي جيت. وخا هداك ساقول درت هذا تها شي باس ما كاين، نشوفو شنو نديرو. من جراء هذاك الخوت داك الخدمة وداك الشي تقص تقريبا بجميع الأمراض، بالفقصة هي الأولى، راه عارف الإنسان كيكون هكداك وستريس، وركب عليا الضيقة، وركبت عليا الكوليسترول ولاسيدوريكو، وركب هي مكنقدرش دابا نوقف بيهم، جاتني الأعصاب، جاوني جميع الأمراض الخوت. دابا كنرحم ليكم الوالدين، كنرحم ليكم الوالدين، سمعوا قصتي، الله يرحم فيها الوالدين. منين سيدي جمعت ما بقات غير شويه ديال الخلاص، شي 30 مليون، السيد غدرني ومشى عند وحده اخرى. ما تقبلتش الوضع، داك الوضع اخوتي ما تقبلتوش. قلت له اما انا واما هي، هادشي اللي درتي راه ماشي هو هذاك السيد بغاها هي. وفي الاخر طلقنا، هادي 4 سنين طلقنا الخوت. منين طلقنا وانا كنت مرمد، ملي كتكون عندي داك شويه ديال اليوده ديال الدوله راني شويه كنكون لاباس. ملي ما كتكونش الخوت راكم عارفين اللي صباني راه عارف كلشي، عارف بان كيعطيوها لكم واحد الشهر، كيعطيوها لكم واحد العام، وحيدوها لكم عام. هذاك العام شنو كيعطيو شي حاجه زعما الانسان يجمع منها ولا شي حاجه، كنت كنعاون شويه خديمه من رابطه من رابطه. ساعه ما بقيتش اخوتي، ما بقيتش نقدر نخدم، ما قدرتش، ما بقيتش نقدر. الله يجازيكم بخير، عاونوني نشوفوا من حالي. اللي ما صدقنيش حاجه، مستعد نوريكم الاوراق، مستعد نوريكم اي حاجه. واللي بغى يتصل بيا الرقم ديالي هو 6 2 2 50 53 38. اللي بغى الخوت يتصل بيا، واللي بغى يعاوني يشوفكم غير الله سبحانه وتعالى. انا كريم مع واحد السيده دابا بيت، وراه السي يوسف شاف الحاله ديال صيفط له فيديو الشهر اللي داز. دابا كتسال فيا 3 شهور اخوتي 250 أورو للشهر، وفي اي لحظه تعيط للبوليس وتقول لهم ديوها عليا. انا مزاوقه فيكم الخوت، عاونوني، الله يرزقكم الصحه والسلامه الى ما عاونوني. والله الله يضيع اجر من احسن العمل. الله يرحم الوالدين، شوفوا من حالي، حسبوني كيف ما بغيتو، اختكم كوم حسبوني كيف اي وحده في الزنقه لقيتوها. انا مزاوقه فيكم الخوت، راه عبتي في الزنقه، انتي بالزنقه. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الفيديو ديال فاطمه، مغارب نيوز، صوت من لا صوت له، الجاليه المغربيه خوتنا كنحسوا بهم، كنعيشوا معهم، رغم انه الغربه ليست بالامر الهين. النداء ديالنا للجول المغاربه انهم يبحثوا في الموضوع ديال الاخت فاطمه، يربطوا بها الاتصال ويشوفوا الوضع ديالها. مشاهدينا الكرام،
تعليق المواطن. شكرا لكم.